يحول كرة التمريرة العرضية الأرضية، لكن بعد ذلك الكرة على اليسار. بابا ديوب حاول فيها ولكن موزس تفوق بعد ذلك. راشد ترجع من جديد إلى مصلحة نادي الحال، الكرة الماضية تعود في محاولة انطلاقة وعودة وانطلاقات ونقلات ومحاولة إيجاد فرصة ومساحات. الكرة أمامية خطيرة الآن، محرك قوي في إمكانية، حاول مرور يمر أحمد، يرجع إلى موزس، موزس يحاول كرة أمامية، محاولة يوقف على كورته، يلف يدور يبحث عن فرصة للمرور، يبحث عن الزملاء والرفقاء، يهدي اللاعب يلعب كورته، يرجع من جديد للمالود حالة نادي الحالة الذي يستعد للعب الكرات حتى مركز الثاني ربما لا يرضي المحرق، لا يرضي جماهيره. انطلاقة من البديل عيسى أحمد ولكن الكرة تقطع من أمامه، تعود من جديد لمصلحة نادي المحرق. التمريرة الأمامية الآن في إمكانية، تمريرة خطيرة الآن قد تكون داخل منطقة الجزاء لمصلحة نادي الحالة، ولكن بعد ذلك الكرة تبعد وتعود. موزس بكل روعة، بكل اللاعب المحبوب تتحول الكرة الآن باتجاه المارد على الكرات الثابتة، والكرة تطير يعني بدون دعوة، تلاقيهم دائما متواجدين. مصعب آخر بالاعتماد على مثل هذه الكرات السامة الهامة، تعود الآن من جديد لوليد ولا هشام، هشام خصص في إحراز لقب هذه البطولة. كرة الآن تلعب على ناحية اليسرى، عمر يعود من جديد، كرة في منتصف الميدان تتحول إلى رمية جانبية. لعب إذن وليد إلى عبد الوهاب، عبد الوهاب كرة رأسية لمصلحة البسيتين، الباحث عن خطف عليه، ركزوا لي عليه، اللي حاول يسلم لجوماي. تتحول العرضية الآن، إبعاد ولا أحلى، عادت لموسس لهشام بن حدوش ولا أحلى، إبعاد الحاضر من حارس المرمى. يا إلهي على الفرصة الخطرة، ومحاولة اللعب، كرة الآن تتحول باتجاه أشرف وحيد، تتحول كرة الآن في منتصف الميدان، موسس يبحث عن زميل ومحاولة الوصول لمحمود عبد الرحمن وإبعاد إلى موسس، موسس إلى فابيو، فابيو يلعب لعبد الوهاب، موسس من جديد يلعب كرة الآن باتجاه موسس من جديد. يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام، إذن تتواصل كرة في منتصف الميدان، محاولة عن طريق وليد، يلعب كرة للأمام، مؤسس يحاول، حاضرة محرقاوية، إعادة الكرة على الناحية اليسرى من جديد، مؤسس يسيطر على كورته و 33 لقب لنادي المحرق في هذه البطولة. كرة الآن تلعب والصافرة حاضرة من جديد، هو الهدف الوحيد اللي شاهدها في هذا اللقاء. تعود الآن محاولة باتجاه موسوس، موسس 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 يلعب الآن هذه الكرة العرضية والإبعاد أمام الذئب الذي يتقدم بالنتيجة. السريع ولكن الآن كرة باتجاه حارس المرمى، مين وتغطية دفاعية زرقاء مع تفاعل المدرجات. عمراء كرة باتجاه محمد، ولكن أيضا الإبعاد الحاضر مع مبارك محمد، وبالتالي جولة رابعة، انطلاقة جديدة، كرة جديدة، ومباراة جديدة. السابق موسس تحولت مرة أخرى لوليد الحيام، هشام بن حدوش في الظهور الأول لهذا الجزائري في هذه المباراة. موسس وليد الحيام، موسس استلام من موسس، فيها تمريرة تصل لهشام بن حدوش،
موزس مرة أخرى نظافة شباكة في هذه المباراة وعدم وصول المحرك إلى مرماه كما هو الحال لسيد كرة توصل ونتم المحرك على التنفيذ هشام بن حدوش الكرة العرضية والكعب والإبعاد عادت موزس استلام هل يبحث عن التسديد يفضل التمرير كرة توصل لموزس والطريق والتمرير باتجاه محمد البناي بدوره لموزس موزس والتمرير الأمام تصل لماريو هنا ماريو يحاول ويسر الحاضرة محمد عبد الوهاب فيها استلام فيها تمريره وأمين بن عدي عادت لموزس هنا الانطلاقة والمساحة الموجودة لعبق أغوستو التياغو والتمريره وموزس في المكان المناسب عبد الوهاب أحمد فلمرزي موزس عبد الوهاب محمد عبد الوهاب موزس والتغطية الموجودة عسلام على المرور والتقدم بين لاعبين من عيسى جهاد كرة توصل المحرك خلق الفرص ولكن قابت اللمسة الأخيرة خاصة من ماريو فونت استمرار وهشام بن حدوش كان يطالب بخطأ راشد الحوطي والرجوع بشكل سريع موزس فضل العودة للخلف فيها تمريرة خاطئة لمحمد عبد الوهاب موزس والتغطية في الوقت المقابل لا شيء فأكيد هو عمل رائع في أول ظهور في هذا الموسم عبد الوهاب وهشام بن حدوش والعمل الرائع من هؤلاء اللاعبين بجانب فابيو هذا هو موزس مجهود كبير لموزس وفابيو أيضا في هذه المباراة خوجي لمحاولة المرور يحتفظ بكورته ينتهي